ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. سلام يا صديقي، لماذا توقفت؟ أرجوك أكمل، فأنا أود سماع المزيد. أعرف مقدار حبك لسماع كلام الله أيها الهدهد، ولكن ما رأيته اليوم دعاني لتلاوة هذه الآية. لقد تأخرنا، وعدت أبي أن أكون في البيت قبل صلاة العصر، ويجب أن أفي بوعودي. لبيب، هل أنت مستعد؟ حسناً، هيا بنا. وليمة لذيذة.
إنها من أجود الأقمشة الفاخرة يا سيدي. لأنك ولد طيب سأرضى بدينارين. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. أبي أبي، أريد ركوب ذلك الحصان، أرجوك يا أبي. أيها الفارس الصغير، حين تكبر سأشتريه لك. وبعد سنوات من البحوث المتواصلة تمكنت بفضل الله تعالى من صنع آلة الوقت التي أمامكم. كما ترون أمامكم تتحرك هذه الآلة 68,400 مرة في اليوم الواحد، وهي آلة تخضع لقوانين الرياضيات والفيزياء في عملها، وتعتمد على حسابات السرعة والوزن وكمية تدفق المياه وسرعة دوران العجلات التي تسير البراميل الصغيرة. وتصل المياه إلى هذه البراميل الصغيرة بأنبوب متصل بخزان الماء الذي على سطح هذا المحل. هذا يعني أننا نحتاج إلى 10 رجال أقوياء لإبقائه مملوءا، وإذا بقيت المياه متدفقة بقي المؤشر يتحرك ويعود إلى المكان ذاته وفي الوقت ذاته من كل يوم بانتظام دقيق. ولدي تفاؤل كبير بأن هذه الآلة ستصبح يوما ما صغيرة حتى نتمكن من حملها في جيوبنا والخروج بها إلى العمل معنا. ما هذا؟ أنت يا ولد، تعال إلى هنا، تعال إلى هنا. أيها الولد، أيها الناس، أوقفوها. لحظة. حسنا، شكرا، شكرا جزيلا لكم لحسن استماعكم إلي. انظر أيها الناس، انتظر. توقف، أعد إلي يا أخواني أيها الولد. سنلتقي يا أصدقاء. عفوا، أرجو أن تعذرني، لم أنتبه إليك أبدا. بعيدا عني، وخذوا هذا الفيل البليد معكم. هيا. لحظة، الخطأ لم يأتي من هذا الفيل البليد. أقصد الفيل لبيب. الخطأ هو خطأك لأنك كنت مسرعا جدا. غربوا عن وجهي، هيا غربوا. علي أن أجد رجلا آخر يحمل. قد أمسكت بك أيها المحتال الصغير. هذه النقود لي. أرجوك اتركني، هذه نقودك. بل سأخذك إلى صاحب الشرطة، وهو الذي سينظر في أمرك. يجب علي أن أفعل شيئا. سيدي، أرجوك لن أعود إلى مثلها ثانية. لقد كنت جائعا وأردت المال لأشتري طعاما، لأن والدي رجل فقير جدا، فقير يا سيدي، أردت مساعدته بشراء بعض الطعام. أرجوك.
سامحني أيها الرجل الطيب. كفى كفى، تقطعت قلبي تقطيعني يا بني. هذه تعاسة ما بعدها تعاسة، لا يمكن أن أغضب من طفل بريء مثلك. أنا أب ولي أطفال، أطفالي صغار أيضا ينتظرون في البيت، وإن حدث لي مكروه لا قدر الله طبعا، فأنا أحب أن يعين الناس أطفالي من بعدي. آخ آخ آخ، خذ يا بني هذا الدينار لك. آخ آخ، أعانك الله يا بني، أعانك الله. انتظر أيها الفتى، أنت لست فقيرا أليس كذلك؟ لقد كنت تخدع ذلك الرجل الطيب. ماذا؟ ألا تعلم أن ما تفعله عيب شائن وحرام ويغضب الله كثيرا؟ هذا صحيح أيها الفتى، ومن لا يأمن الناس أذاه فلا يمكن أن يكون مؤمنا. دعوني وشأني، لن أسمع هذا الكلام. ما هذا؟ هذا صديقي الفيل لبيب. لبيب؟ ابتعد عن طريقي أيها الشقي، وإلا فسأضربك ضربا مبرحا. تعال. يا له من ببغاء عجيب. ببغاء؟ ببغاء؟ من هو الببغاء يا شقي؟ هذا الطائر هدهد، وليس ببغاء، إنه يشبه الببغاء ولكنه يتكلم. وأنا لا أتكلم إلا خيلا أو أصمت. ولكنني لم أرك صامتا حتى الآن. ماذا؟ أتقصد أن تقول إني أكثر من الكلام؟ ومتى رأيتني أتكلم كثيرا حتى تقول إني أكثر من الكلام؟ هل تقصد أن تقول إني أثرثر وأتكلم طول الوقت؟ أجب أيها الشقي، متى رأيتني أثرثر حتى تتهمني بكثرة الكلام؟ عنتر، أين النقود؟ ليست معي، لأن هذا الفيل اعترض طريقي ولم أستطع الهرب، لكنني خدعت الرجل. لأنه كان طيب القلب أشفق على حالي كثيرا، حتى أنه أعطاني هذا الدينار. أيعلم آباؤكم بما تفعلون؟ لا يعلمون، ولكننا نلعب مع سلول، فهو أكثر الشباب حبا للمغامرة، وهذا يسعدنا. كما أن سلول شاب مبدع ونقضي أوقاتا ممتعة معه. ولكن ذلك ليس مسوغا لإيذاء الناس، ولو كان هذا السلول يحبكم حقا لما أمركم بأن تقوموا بالأفعال السيئة. أسيد، حسن، ظريف، لا تستمعوا له، لقد سئمت من هذا الببغاء البليد. انتبه أيها الشقي لما تقول. هذا هو الببغاء يا شقي. وماذا ستقول لسلول عندما يسألك عن المال؟ بسيطة، سلول هو صديقي، سيصدقني، إضافة إلى أنه يحبني أكثر منكم، فهو يرعاني منذ أن كنت صغيرا. ماذا؟ كيف تسمح لفيل غبي أن يعترض طريقك؟ أنا لا 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 أريد أن أسمع كلمة منك. دينار واحد، ماذا أفعل بدينار يا بني؟ هذا الدينار الصغير لا يشتري لنا موزة. موزة؟ خذ خذ دينارك هذا. ابتعد يا ضريف، اسمعوا لي، ابتعد، امسكته.
الدينار 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 أين الدينار؟ تعال يا أستاذ تعال ديناري ديناري أتعلم أنك خذلتني؟ لقد أردت لكم أن تستمتعوا بالأموال، أردت أن أجعل منكم مغامرين مشهورين، أردت أن أجعل منكم أشهر مجموعة في المدينة، ولكن ما الذي حدث؟ أخفقتم في مهمتكم. كيف لي أن أعتمد عليك؟ كيف؟ سلول سامحني هذه المرة، وأعدك أني في المرة القادمة سأجعلك سعيدا جدا جدا جدا. هناك شيء واحد فقط يجعلني سعيدا جدا، المال. لابد أن أحصل على المال، على جبال وجبال من الدنانير الجميلة. لا أريد إلا هذا المال. أستيقظ وأنا أفكر في المال، وأنام وأنا أفكر في المال. لا أستطيع العيش دون مال أبدا، ألا تفهمون؟ المال عندي يعني كل الحياة. أتسخرون مني يا أولاد؟ سأعرف كيف أؤدبكم بنفسي. لقد أقفل الباب ثانية. ماذا جرى؟ عيني. أنا أجمل من الببغاء ألف مرة. أظن أنني الآن أجمل من الطاووس. نبك. السلام عليكم خالة أم عمر. وعليكم السلام. أهلا سلام. يا إلهي، يا لها من طفلة جميلة. عنتر، أتظن أن سلام سعيد أكثر منا؟ صحيح، هل تظن أن عمل الخير مفيد؟ ما رأيك يا ضريب؟ أعتقد ذلك. لا، لا يمكن أن يكون سعيدا، هو لا يستطيع أن يفعل هذا. انظروا. وهل تستطيع الخروج من هذا السجن يا عنتر؟ يا الله. ساعدوا طفلتي، ساعدوني، انقذوا طفلتي. هيا يا لبيب، علينا ان نفعل شيئا. هيا بسرعة، يجب ان نلحق بالطفلة. هدهد، اذهب وقل للخالة الا تقلق. هيا. اهدئي يا خالة ولا تقلقي، بإذن الله سيعيد سلام ابنتك سالمة. ارجو ذلك.
الحمد لله. ابنتي، أين أنت يا ابنتي؟ أن تهدأ الآن. اهدأ يا عزيزي، اهدأ. شكرا لك أيها الحصان. الحمد لله، الحمد لك يا رب، لقد عادت إلي صغيرتي سالمة. بارك الله فيك يا سلام. كيف أستطيع أن أكافئك يا بني؟ كيف؟ الفضل في ذلك كله لله يا خالة. بارك الله فيك أيها الفتى الشجاع. انتظر عندي لكم خطة رائعة، وإذا نجحتم في تنفيذها عندها أعدكم جميعا ألا أكون غاضبا عليكم في حياتي أبدا أبدا. حقا؟ ما هي هذه الخطة؟ أخبرني يا سلول، ما هي؟ أنت
أولاد ذلك الفيل لبيب أليس قويا يا أولاد؟ ذلك الفيل؟ نعم ذلك الفيل وصديقه سلام فاعل الخير الذي يلقبونه بالبطل الصغير الشجاع. أنتر ما أريد منك أن تفعله هو لا انسى الموضوع ستخفق ثانية يا بني. لا لا يا سلول قل لنا ما هي خطتك وستنجح هذه المرة أليس كذلك؟ حسنا حسنا سأخبركم لكن هذه الخطة تحتاج إلى تنفيذ محكم ولا تحتمل أي خطأ نفذوها جيدا وسوف نصبح بعدها من أغنى الأغنياء هل تسمعونني جيدا؟ هناك رجال سيأتون إلى المدينة وهم يحملون أموال الجباية أقصد معهم أموال كثيرة وما دام سلام وصديقه الفيل طيبين جدا ويحبان الخير ففي إمكانكم أن تجعلوه سخرية للجميع حتى يكرهوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا سلام أنا أفهم كل ما تريد قوله لا تظنن عنتر مصيبا فيما يفعل لأنه يستمتع مع زملائه بإيذاء الآخرين غير معقول أنت تريد أن تكون مثلهم يا بني هذا ما قلته له فالمؤمن من أمن الناس من لسانه ويده. أحسنت يا هدهد ألم تسمع كلام الله يا سلام عندما قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فكيف تريد أن تكون منهم يا بني؟ أبي أظن أنهم لا يريدون الأذى كل ما في الأمر أنهم مجموعة مرحة وهم يقضون أوقاتهم باللعب والتسلية والمغامرات ولن أشعر بالملل معهم أبدا يا أبي. عفوا اسمح لي بالمقاطعة سأسألك هل تقصد فيما قلته أنني أنا ولبيب مملان؟ لبيب هيا بنا يا لبيب لا 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 لم يكن هذا قصدي أبدا أنت ولبيب أعز الأصدقاء لدي وأنتما اللذان تساعداني على فعل الخير للناس أليس كذلك؟ سلام تستطيع أن تستغل بعض الوقت للمرح ولا سيما مع أصدقائك فالرسول صلى الله عليه وسلم يحثنا على تخصيص بعض أوقاتنا للتسلية والترفيه ولكن على الإنسان أن ينتقي أصدقائه بعناية أليس كذلك؟ أجل يا حبيبي عليك أن تنتقي أصدقائك بحكمة أم سلام أتسمحين لي بذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفضل يا هدهد قال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أحسنت أيها الهدهد اسمع يا سلام اختر أصدقائك بعناية وابتعد عن عنتر وأمثاله صداقته لن تجديك نفعا هل هذا واضح؟ أمرك مطاع يا أبي
لماذا تتسول هنا؟ اذهب إلى القاضي عادل بن حكيم وسوف يعطيك من أموال الزكاة. لابد أنهم لم يروا، فأنا أعلم أنهم لا يجدون في كل البلاد فقيرا إلا أعطوه من أموال الزكاة. دعوني وشاني أنتما الاثنان. ماذا تريدان؟ سنخبر القاضي عنك ليحكم بأمرك. أنت الآن حان الوقت لتنفيذ الخطة، وأنا مستعد. قد أتى البطل الصغير. تعالوا تعالوا. والآن سنبدأ بتنفيذ خطتنا. سلام يا سلام. من يناديني؟ هذا أنا يا سلام، صديقك عنتر. سلام، إياك أن تنسى وصية والديك، ابق بعيدا عن رفاق السوء. حسنا، لا تقلق يا هدهد. سلام، أوصاك والدك أن تبتعد عن عنتر. كيف حالك أيها الببغاء؟ قلت لك إني لست ببغاء، كرر ورائي. هد، فهم؟ لا بأس لا بأس، فكلاكما طائر. سلام، أنت تزعم أنك تنصر الضعيف وتحب فعل الخير، أصحيح؟ ولا أريد على ذلك أجراً إلا من الله تعالى. وأنا ولبيب أفضل من يساعد سلام على ذلك. إذن كيف تتجاهل رجلاً سرق ماله كله؟ هيا هنا يا ولد، هيا. عنتر، ولما لا يطلب مساعدة القاضي؟ لقد فعل ذلك يا صديقي، ولكن القاضي لم يكن في بيته بسبب انشغاله بأمور كثيرة تهم الناس. حسنا، لن نستطيع انتظار عودة القاضي، وإلا فسيهرب اللصوص. هيا لنرى كيف نستطيع مساعدته. لقد وقع في الفخ. حسنا. السلام عليكم. أرجوك كف عن البكاء يا عماه. أرجوك أخبرني، ما الذي حدث لك؟ ماذا سيفيدني إن شكرت لك المصائب التي أحاطت بي؟ أنت مجرد طفل صغير جدا. لا تحكم يا عماه، لا تحكم على الإنسان من خلال حجمه، بل من خلال عقله وحكمته وفطنته. حسنا أيها البطل الصغير، أنا رجل غني جدا، ولكن بعض اللصوص سرقوا مني كل أموالي. وقد أوشكوا على الهروب من المدينة، ولا أحد يساعدني أبدا، حتى القاضي. أنا في حاجة ماسة إلى رجل يساعدني، رجل شجاع قوي
ذكائي لكي يساعدني على الإمساك بهم واستعادة أموالي، فأنا الآن رجل مسكين وضعيف جدا وخائف جدا جدا. لا بأس عليك يا عماه، لبيب وهدهد وأنا سنأتيك بأموالك إلى هنا، ولكن هل أخبرتني ما هي أوصاف اللصوص يا عم؟ ذاك الولد هناك رآهم. عنتر، هيا بنا لنعيد أموال هذا الرجل المسكين. هيا. سلام، أليس من الأفضل إخبار الشرطة؟ ليس لدينا وقت، ولا بد أن نعيد إلى الرجل ماله قبل أن يهرب اللصوص. لا أريد أن أبدو جبانا، ولكن قلبي ليس مطمئنا. يا سلام. شكرا لك أيها الفتى الشجاع الطيب. يجب أن أختبئ قبل أن يأتي القاضي، ولكن أين؟ ولماذا يتوجهون نحو المدينة؟ لأنهم يريدون سرقة أناس آخرين، ألا يكفيهم سرقة ذلك الرجل المسكين؟ لابد أن نوقفهم الآن. لبيب، أنت مستعد؟ عنتر، ابقى وراقد من هنا. هيا هيا. سلام، ماذا يفعل عنتر وزملاؤه؟ لا أعلم يا هدهد. أين هو؟ أين الجيش الذي هجم علينا؟ أين؟ هذا هو الجيش. ولماذا يريد فتى صغير مثلك سرقة أموال المسلمين؟ هات النقاد.
لقد سرقوا أموالي. ابتعد عن عنتر يا سلام. تجنب رفيق سوء يا سلام. ابتعد عن عنتر ومن كان مثله. رفيق السوء لا يجلب لك إلا المصائب. ابتعد عن عنتر يا سلام. لا تحاول خداعي يا رجل. أنتم الذين سرقتم أموال ذلك الرجل المسكين في المدينة. بل أنت الذي سرقت أموال بيت مال المسلمين. ولكن ليس في مدينتنا أي فقراء، فلماذا جئتم بأموال لا نحتاج إليها؟ نحن نعلم أنه ليس هناك محتاجون، نعرف، ولذلك سننفق أموال بيت المال على طلاب العلم وبناء دور للاستشفاء وصناعة الأدوية، ولأجل ذلك سيكون عقابكم شديدا جدا. ما رأيك الآن يا سلام؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين أبدا. سنأخذهم إلى القاضي عادل بن حكيم لنتحقق أن ما يقوله صحيح. إن كان صحيحا فعلينا تصليح بعض الأمور. أأنتما معي؟ هيا يا لبيب. انتظر لحظة. أتقصد أنكم سرقتم أموال المسلمين خطأ؟ إن كان ما تقوله صحيحا فإن ذلك الرجل وعنتر استطاعا أن يخدعانا. قال لنا إنكم سرقتم أمواله. غير صحيح. سنتحقق من الأمر لاحقا. علينا أن نعيد هذه الأموال بأسرع وقت ممكن. هذه الأموال حق للمسلمين. حسنا، سنرى القاضي أولا. إن لم تغثنا من يغيث؟ يا من يغيث المستغيث. إن لم تغثنا من يغيث؟ وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. أنت القوي، أنت النصير، أنت الرحيم بالعباد. وما لنا رب مغيث سواك يا رب العباد. أنت القوي، أنت النصير. أبلغني رجلان عن متسول في ذلك المكان، ولكن حين ذهبت إليه كان قد اختفى. أردت الخير يا سلام، ولكن كان عليك أن تسألني قبل أن تقدم على ذلك. أعتذر إليك أيها القاضي وإلى رجال بيت المال. أرجوك أن تسمح لي بإعادة تلك الأموال. سلام، من الأفضل أن تدع هذا الأمر لرجال الشرطة، فهو عملهم. إذن اسمح لي بأن أعينهم لكي أكفر عن خطأي. حسنا، أتعرف اسم الرجل الذي خدعك؟ حين التقيت عنتر وأصدقائه ذكروا اسم سلول. سلول؟ لقد فهمت الآن. أتعرفه أيها القاضي؟ نعم أعرفه، إنه يمكنني أن أقول إنني حاكمته من قبل. هل تسمح لي يا سيدي مع هدهد ولبيب بتقديم العون؟ ماذا تريد من ذلك يا سلام؟ كل ما أريده هو إنصاف هؤلاء الرجال. يا للسعد، يا للهناء. أموال، أموال ذهب، جبال من الذهب يغمرني. انظروا إلي كيف تزلجوا عليها يا شباب، انظروا. أنا أحبها، أحب ذلك من كل قلبي. أموال، أموال ذهب، ذهب، ذهب. ولكن ماذا عن أموال الناس؟ أموال المسلمين ليست مشكلتي. خذهم. لا تلمسوا أموالي بهذه المخالب المتوحشة. وهناك أمر آخر، لا تنظروا إلى هذه الأموال أبدا. ولكننا نحن الذين أحضرناها لك يا سلول. اغربوا عن وجهي أيها الأشقياء، أنا لست في حاجة إليكم أيها الصعاليك. عودوا إلى حياتكم المملة السابقة. ها
هيا. رائحته نتنة. هذا الرجل لم ينظف أسنانه منذ أكثر من شهرين. ولكن يا سلول، ألم تقل إنك تحبنا؟ صحيح، في الأحلام، أما في الواقع لا. حبي الحقيقي لهذه الأموال. لقد كان يخدعنا منذ البداية. لم يكن يحبنا أبدا. هذا جزاؤنا لأننا فعلنا السوء من أجله. ليتني صدقت سلام. من يطرق الباب؟ عنتر، انظر من الطارق. السلام عليكم. من الذي يطرق باب البيت يا عنتر؟ من هذا؟ أنت يا سلام. أهلا أهلا يا سلام. هل أعطيك بعض المال؟ لا لا لا، بعض المرطبات. دفعت ثمنها من أموال مسروقة دون شك. لبيب، حاول أن تفهمه. يا ويلي، أرجوك أرجوك يا سلام، أرجوك أنقذني، لا أريد أن أموت. أرجوك يا سلام، أوقف هذا الفيل. النجدة، أرجوكم أرجوك أرجوك يا سلام، أرجوك أنقذني، لا أريد أن أموت. أرجوك يا سلام، أوقف هذا الفيل. أنقذوني. عنتر عنتر، أنا أحبك. هل ستعيد هذه الأموال إلى القاضي؟ لا. يا ويلي، النجدة النجدة، ساعدوني. حسنا، أنا سأعيد الأموال، سأعيدها سأعيدها. يا ويلي، النجدة النجدة، ساعدوني. حسنا، أنا سأعيد الأموال، سأعيدها سأعيدها. لن أفعل. جاء دورنا. أخ أخ أخ، ماذا كنت أفعل؟ تذكرت. يجب أن أهرب. يا أخي، أين أنا؟ أين أنا؟ أين أنا؟ أين الباب؟ أين؟ مرحبا بك سيدي حضرة القاضي، كيف أحوالك؟ أنسيت كيف تلقي تحية الإسلام الصحيحة يا سلول؟ هدوء. ولكنني لم أفعل شيئا. متأكد؟
طبعا ما كل هذه النقود هنا؟ ترى من أين جاءتني؟ ما رأيك أن أخذ هذا الدينار أجرة للطريق؟ ولكنني أحب هذا المال كثيرا. عنتر 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 أنقذني، أنقذوني أرجوكم، أرجوك يا عنتر أرجوك. أمي أبي أرجوكما سامحاني لنسيان نصيحتكما، ولو كنت قد ابتعدت عن رفاق السوء لما حدث ما حدث. لا بأس يا سلام، نحمد الله على أنك بخير. أعرف حقيقة الأشخاص قبل مصادقتهم يا بني. لقد تعلمت درسا يا أمي، سأكون حذرا في اختيار أصدقائي ولن أحكم على أحد إلا بعد أن أعرفه. هذا الكلام عين العقل والحكمة. الذنب ذنبنا، لقد أخطأنا وهذا جزاؤنا يا أصدقاء. لم أفعل شيئا من تلقاء نفسي. سلام. قررنا جميعا ألا نعود إلى ما كنا نفعله من أعمال سيئة. اتفقت مع أصدقائي أن نساعدك في أعمال الخير التي تقوم بها. لنتعاهد يا أصدقاء. وأنا معكم، رددوا معي، نعاهد الله تعالى أن نتعاون جميعا على قول الصدق وفعل الخير منذ الآن. هيا يا أبنائي، نعاهد الله تعالى أن نتعاون جميعا على قول الصدق وفعل الخير منذ الآن. بارك الله بكم يا أبنائي. سيدي، نحن نرضى بأي عقاب تختاره لنكفر عن أخطائنا. لست الذي يجب أن ترجو رضاه يا ولدي، إنه الله. افعل الخير فالحسنة تمحو السيئة، والله غفور رحيم. لما لا نطلق على أنفسنا اسمان؟ هل لديكم أي اقتراح؟ اسمعوا، أنا لدي اسم، ما رأيكم في ظريف؟ لا نريد اسمك يا ظريف، نريد اسما لمجموعتنا. ما رأيكم في فرسان الخير؟ نعم أحسن. منذ الآن أصبحنا ندعى فرسان الخير. لحظة يا أصدقاء، نسيت أمرا هاما. وهذه الآلة يا أصحاب هي أول آلة تصنع في هذا العالم لقياس الوقت الساعي. وقد بعث إلي أحد قادة الإفرنج لأصنع له مثيلة. كذبت عليك يا عم، لم أكن بحاجة إلى النقود، سامحني أرجوك. سامحك الله يا ولدي. أنت فتى طيب، ابقى هكذا دائما. الحمد لله، لقد برأت ذمتي. منذ الآن أصبحنا ندعى فرسان الخير. منذ الآن أصبحنا ندعى فرسان الخير. منذ الآن أصبحنا ندعى فرسان الخير. Ha 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 ha
بسلام وسلام الإنسان.